بلدية صفاقس الأربع دوائر هذوما اللي ذكرناهم خلينا وبلديتين سي منظري، بما انه مدير نظافه بلديه صفاقس معناتها عنا نرجع للكلمه اللي مشكله كبيره، يعني مشكله كبيره سر. بون هو كما قلنا منظومه الرفع الفضلات تتكون من قلنا من المنتج اللي هو المواطن فالبلديه في رفعها فالمركز تحويل في تابعين الوكاله الوطنيه للتصرف في النفايات. هذه اذا كان منظومه واحده منها تنخرم الكل يدخل بعضه يدخل بعضه. يعني اذا كان المواطن يخرج بانتظار وفي وقته والمعدة نتاع البلدية تجي ترفع والبلدية تحط في المركز تحويل والعملة تخدم في أوقاتها وما عندنا حتى إشكالية ما ثمش مشكلة. ثم إذا كان واحدة منهم تفرس كل شيء احنا عندنا إشكالية أخرى اللي هي الردع. الردع مش موجود. احنا تو نشوفوا أن المواطن ولا يلقي ونشوف حتى الفضلات اللي كنا نشوفوهم في الروبورتاج فضلات نتاع شكاير كبار مش نتاع مواطن عادي مش فضلات منزليه من الدار نتاعها وخرجها. شوفوا شكاره نتاع طولها متر ومتر واش فيها القرط فيها فضلات ولا نفايات إيه لكن سمحية. هي اسمها نفايات موجوده في المنزل زي ما تخرج لا متفقين منزليه معناتها ما نلوموش عليه خرج حاجه كبيره لا حاجة صغيره هذيك نفايات زي ما تخرج. ما نحكيش على المواطن نحكي على المواطن اللي يخرج من فضلات صناعيه وتجاريه نلقاو شكاير فيها بقايا نتاع جلود نتاع صبابطيه نلقاو فضلات نتاع قماشات من شركات نلقاو فضلات نتاع من عشان قرط نتاع مرعى نتاع علاش دونك هذوما اللي كثرونا في كميه الفضلات. الاثنين احنا نحبوا توا نرجعوا للعلاقه مع المواطن عن طريق الجمعيات العمل الجمعياتي المجتمع المدني اللي هو توا دوره باش يكون معانا وبارك الله فيه جس بعد الثوره بدا معانا وخدم معانا في العمل التطوعي في النظافه وبدينا نتصلوا بالمواطن عن طريق الجمعيات اللي هو يكون حلقه بين البلديه والمواطن اللي هو باش نوعا ما نقربوا وجهات النظر في انه المواطن ايش مش يعمل انا عندي فضلاتي كيفاش باش نخرجها وقتاش باش نخرجها اش نعمل في المنزل نتاعي انا فما فرز انتقائي في المنزل في الدار نفرز البلاستيك على حده ولا شو اسمه والكرتون والحاشيدات وغيره ونخلي الفضلات العضويه. نعرفوا ان البلاستيك والكرتون يتثمن وتصير له عمليه ريسكله. الفضلات العضويه توا فما مشاريع اخرى عند سي محمد لا حتى في بلديه صفاقس عندنا مشاريع عملنا الفرز الانتقائي في دير قبل الفرز وقبل قبل الفرز خاطر هذه عقليه كما يظهر لي تغير سلوك مش عقليه سلوك نسميه سلوك وعقليه لكن لهنا المواطن فما تشكيات تقول انه النفايات ما تهزش في وقتها تقعد بثلاث ايام مش حتى بنهار وهذه تواصلت من قبل العيد لبعد العيد اللي افرزت روائح يعني حشرات وغيرها من امراض. طبعا بعد شويه مع سي الياس حسين يقولنا شنو هو طبيب مختص في الامراض الصدريه والتنفسيه باش ناخذوهم بعد شويه قلنا شنو المخاطر علاش البلديه يقول لك نعطيك من الاخر يقول لك البلديه تخدم على روحها شوف ميساج فسرنا علاش التاخر في الرفع. احنا مش هو مش كسر تاخر ثم تجي اشكاليات انه العطب في المعدات. نعرفوا انه في فتره العيد وكل دار في صفاقس انا نقول على الاقل في صفاقس كل دار قبل العيد بنهارين ثلاثه يبدا يخرج الفضلات نتاعو الكل عمل لك اللي كما نقولوها لوغروميناج مش كان عيد السنه هذا هذه الإشكاليات كانت موجودة لكن يمكن السرعة في الإنجاز يمكن أثناء وخرت شوية لكنه تلافيناها ونجم نشوف توا أنه أكثر الأنهج متاعنا وأكثر الطرقات متاعنا الحمد لله انضافت أكبر دائرة كانت جبتوا معدات جديدة يعني لا ما جبنا حتى شيء هو كثفنا في العملية في عملية الرفع مع تدخلنا بمعدات ثقيلة ليلا نهارا نخدمه احنا في دائرة الربض وصلنا نخدمه 24 ساعة ل 24 ساعة باش قمنا الكميات وصلنا في ظرف اربع ايام وصلنا هزينا 500 طرناطه اربع ايام اللي هي كميات غير عاديه في كنت تحكي لي انه 250 طرناطه 250 طرناطه نهزوها يوميا 400 في اربع ايام في اربع ايام في دائره واحده معناتها نحكي لك الكميات اللي كانت متراكمه ايامات معناتها قبل العيد وجز بعد العيد
معروف انه الناس وكل ما شفت انت توا فضلات الجلود فضلات الشوشيت الروس اي هذه راهو هذه راهي مسؤوليه البلديه لا شو تهزهم سي لا لا هزيناها احنا هزيناها ما نقولوش راهو هزينا قبل قبل, تهز. قبل نعطيك انا حاجه ثم منظومه انه مثلا هناك الشوشات هذوكم ثم اماكن ثم نقاش معاهم هما باش انه يكونوا في اماكن وينظفوا كل هيك توا كل ساعه ما في اطار الوضع الغير مستقر من الناحيه الاجتماعيه في بلادنا صارت اشكاليات كيما هذوما دونك اما بحول الله وقاعدين توا في الفتره هذه تلافينا اكثر نقول لك اكثر من 80 او 85% من الفضلات اللي كانت متراكمه في اماكن حقدين عليها بحول الله معناتها توا نجموا غدوا نخرجوا سياق نجموا نصوروا احنا نجموا نصوروا وصورنا والناس احنا اليوم عملنا في دائره الرباط مجلس دائره والناس مستبشر خير ولدرجه انهم شاكين انه يمكن خواص الدخل انه باش ينظف قلنا للناس البلدية صفاقس هي اللي نظفت بمعداتها وصلت معدات تخدم معناتها 12 و14 ساعة من الصباح لليل بدون انقطاع باش رفعنا كميات هذه وهذا بكل صراحة نحيي عمال البلدية اللي قاموا بدورهم ودور كبير ياسر انه تعرف ان العام البلدي قدامه ريحة تاع شاحنة وفضلات متاع عيد يعني كما قال سي محمد انه غازات الميتان اللي هي مخلقة وغازات خطيرة وهو يشم فيها وبارك الله فيه في هالعمل اللي قاعد يقوم ربي يعينهم يظل هي من اقصى المهن اللي يمكن يتعرض لها الانسان تقليص في النفايات سي محمد هو نرجع لك سؤالك على انه تركيبه النفايات المنزليه عكس ما في تركيبه النفايات اللي في اوروبا في اوروبا 30% برك نفايات عضوية وسبعين طبيعي هو معناها ناتج على طريقة الاستهلاك وهذا اللي هما ياكلوا نحن ناكلوا كيف كيف لا نمط الحياة تفرض علينا نوعية استهلاك ما احناش كيف كيف بالطبيعة احنا ناكلوا برشا معناها خضروات وبرشا دلاع وبطيخ وشيء طبيعي هذه نفايات عضوية وهذه تركيبة نفايات المنزلية وهذاك علاش وعندنا نسبة رطوبة اللي عالية برشا زادة 70% خليت انه الوكاله في اعداد البرنامج نتاع التصور نتاع انجاز المصبات المراقبه قعدنا بعد دراسات لوجنا كيفاش تقنيات المعالجه خاطر عديد التقنيات المعالجه تتطرح لهنا واهم بطبيعه الحال التثمين الطاقي للنفايات وبرشا عده معناها تقنيات لكن احنا مشينا في تقنيه اللي هي ترعي الجوانب الاقتصاديه والماليه خاطر ما نخبيش عليك بالنسبة للنفايات معالجة النفايات هي كلفة وكلفة معناها شيء طبيعي باش تقاسمها المجموعة الوطنية وهذاك علاش مشينا في الاستراتيجية أنه معالجة النفايات تكون ببسط النفايات ثم ردمها ثم معالجة الحل الإشكاليات اللي حكينا عليها واستخراج الغازات هذه في مرحلة أولى ثم يمكن تثمينها طاقيا كما قلنا الغازات هذه اللي هي مضره ثم معالجه المياه الرشح اللي هي بطبيعه الحال دونك نجموا نمشيو في تقنيات معالجه اخرى كالتخمير العضوي للتسميد السماد اللي هو احنا في حاجه اليه معنا الاراضي الخصبه السماد اللي عنده دور كبير برشا في خصوبه الاراضي الفلاحيه وعده معناها تقنيات معالجه وذاك علاش معناها ان شاء الله فما الوزاره وطبقا للجلسة العمل الوزارية المنعقدة في 6 سبتمبر 2013 أن تم وضع استراتيجية وطنية للتثمين الطاقي وأعداد معناها مخطط عمل يمتد حتى أفق 2030 ومراجعة بطبيعة الحال لإطار القانوني اللي هو حاليا ما يشجعش الفتح الاستثمار الخاص في مجال تثمين النفايات ان شاء الله هذه الاستراتيجيه معناها مش تعطي افاق جديده للتثمين الطاقي وبطبيعه الحال معناها بالتعاون معناها الدراسات معناها بالتعاون الدولي اللي احنا عندنا شراكه كبيره برشا مع وكاله الماني الفني مع عده البنك العالمي مع عده شبكات معناها مختصه في النفايات كيف تقليص النفايات بطبيعه الحال تقليص النفايات هو ما يكون كان عبر تطوير برامج الرسكلة معناها اليوم النفايات تتمثل مورد سيتينو ريسورس يلزم معناها
نلقاو حل انه باش يقع استغلالها وتكون معناها عندها جدوى إيكولوجية وتشغيلية، خاصة أن قطاع تصرف النفايات يلعب دور كبير برشا في أحداث المؤسسات، وكان معناها برامج الوكالة معناها أحفت عدة مؤسسات وفي مجال الجمع والنقل، سواء النفايات البلاستيكية، النفايات المنزلية والمشابهة، النفايات الكرتونية، النفايات القماش، وهذا من بطبيعة الحال من شكله أنه يساعد عطات عدة حوافز للخواص لبعض عدة شركات. بطبيعة الحال عدة شركات اليوم موجودة عندنا، لشركة رسكلت الكرتون، لرسكلت البلاستيك بالمئات، تبارك الله، معناها بعد عطاء تجربة نموذجية اللي نفتخر بها هي منظومة إيكولاف اللي خلقت حوالي 400 مؤسسة صغرى، 90% منها من حاملي الشهادات العليا لجمع النفايات البلاستيكية، وخلقت بطريقة مباشرة حوالي 30,000 مواطن شغل. كانت تجربة الحقيقة عطت دور كبير برشا، وذلك عليه اليوم مبقاش نلقاو دبوسة بلاستيك واللي كيس معناها طايش، معناها تلقاه الكلها تخدم باش تلم النفايات هذه، بحيث الوكالة بصدد تطوير عدة منظومات أخرى. بطبيعة الحال احنا اليوم عنا عدة منظومات تشتغل، ثم مازال عنا منظومات أخرى للرسك كنفايات العجلات المطاطية اللي هي موجودة ومازالت، كنفايات التجهيزات الإلكترونية الإلكترونيك إنفورماتيك، هذه إن شاء الله نشوفوها، كذلك نفايات اللي إن شاء الله خرج الأمر وإن شاء الله فيها برنامج بالنسبة لنفايات الأنشطة الصحية المتأتية من الوحدات الصحية، وعدة برامج الوكالة الآن معناها باش تكون الدعم حارسة عليها. أقعد معايا سي محمد سي منظر، ما جمليش تحصل على سي الياس حسين، لكن تحصل على سي عبد الكريم دربال طب عام، باش نحكيو معاه فيما يخص تراكم النفايات هذه وشنية يمكن أنها ترجع على صحة المواطن بصفة عامة. سي عبد الكريم أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. تراكم النفايات تراكم النفايات في ولايه صفاقس هذه ظاهره شفناها توا عنا مده وتفاقمت، ويمكن العديد من السكان تشكيت من الروائح، تشكيت من امراض جانبيه اللي هي امراض جلديه صدريه تنفسيه. شنو كانت تسمح تفسر لنا شنو انواع الامراض او اكثر الامراض الاختلال اللي تنجم تصدر من تراكم النفايات هذه؟ مساء الخير قبل كل شيء. مساء النور. والله ظاهرة يؤسف لها، قاعدة زادة مع تتكرر وكل المواطنين ملاحظينها، هي تراكم الفضلات كون في الطريق العام، خاصة في الطريق العام أو في قدام المنازل، لازم علاج جذري للموضوع هذا. أول شيء الأمراض، من المرض أول مرض يمكن تسبب فيه شيء هو مرض نفسي، حتى الإنسان كي يبدأ يمشي ويشم في الروائح الكريهة ويالك الفضلات المكتسة هو نفسانيا يقشعر ويتوتر، يعمل حتى ستريس. ثم أمراض عضوية بالطبع اللي يمكن تكون ناجعة عن هذه تراكم هذه الفضلات، ما في شك وقت نقولوا فضلات ثم حشرات، وثم كي ثم حشرات ثم نقل عدوى متاع الجراثيم، هذا ما لا شك فيه. ثم بعض أمراض اللي نسيناها معناتها وتخلصنا منها منذ سنين طويلة هي مهدب الرجوع، وعنا سمعنا بعض حالات الملاريا فالديزم هي قاعدة ترجع، يمكن ثم حالة ثانية متاع كوليرا، يمكن تتكاثر الأمراض التيفويد، هذه نضعف الأمراض الخطورة متاعها، بقطع النظر الأمراض الأخرى متاع الحساسية متاع الجهاز التنفسي، ثم الناس الروائح هذيك تأثر تحير لهم الأمراض الحساسية اللي كامنة تكون في الأنف وتكون في الرئتين، وثم بعض امراض جلديه كيف قاعد نشوفوا فيها توا الحشرات اللي بتتكاثر في الوشواش هذه. بالطبع انا توا في الحالات في العياده نتاعي قاعد نشوف برشا حالات نتاع اللبس هذه بالحشره هذه واللي تعمل انفكسيون. خطوره الاسعات هذه سي، وخطوره الاصابه بالامراض هذه سي عبد الكريم، خطوره كيما قلت لك هو الحساسيه، ثم خطوره نتاع نقل العدوى نتاع الامراض اللي تندثرت وقعدت وترجع كيما الباليديزم هذه الملاريا، معناتها مهدده باش ترجع. مرض المستنقعات التيفويد هذه الجرثومة هذه تجي تصيب الجهاز الهضمي. الامراض الجلديه كيما قلت، امراض الحساسيه المفرطه وامراض جرثوميه، ثم ستافيلوكوك وستريبتوكوك اللي تنقل الوشوش هذه من الفضلات،
وثم حالات نتاع عادة كيف الانسان يوقع لدغو بحشره الوشواش معناتها حاجه بسيطه تتعدى قبل تو نشوف فيها يجي للطبيب ومعناتها العلاج يكون بالانتيبيوتيك وبالادويه ضد الحساسيه ومعناتها وتتعافى اعتقد حتى بالاسبوعين دونك هو موضوع حساس ياسر ويهم كل المواطنين وثم تهم السلطه تهم البلديه تهم الطب الوقائي تهم المواطنين على خاطر هو معناتها موضوع مشترك بين الناس الكل ونشوفوا مثلا حتى الطرق نتاع المصبات نتاع الفضلات هذيا هيك الحاويات اللي نشوف فيها هي حاويات مش فكره بالكل لان العباد تولي تصب ديريكت في الحاويه مع عشر المستشفيات وثم تتكدس الفضلات في الحاويات هذيك وتولي تبزع في الطريق العام وتعمل روائح لا اتراك مكروه انا قدام العياده نتاعي جابوني عملوا لي حاويه الروائح اللي يدخل يشوف شم الريحه هذيك حاجه معناتها تصيب القشعريره من الروائح هذيا فهمت اذا هو موضوع مشترك الطب الوقائي وزاره الصحه البلديات وزاره الداخليه بالطبع والمواطنين لازم تحسيس يومي كون المواطن يخرج الفضلات نتاعو الا في وقت معين وتكون العوامل نتاع البلديه يمروا معناتها في وقت معين ويوميا فهمت وما يلزمش هما كيف كيف يتسبوا زاد في تمطيع الفضلات معناتها في الطريق العام كيف كيف وكيما قلت لك موضوع مشترك لان بصراحه راهو ثم تحديد برجوع بعض العدوى بتاع الجرثوميه اللي انقرضت وثم امراض يوميه بالطبع كيف الحشرات هذه تكاثر في الحشرات هذه. واضح، شكرا لك سي عبد الكريم دربال طب عام. كنت حكيت لنا على الامراض اللي تنجم تكون موجوده على تراكم النفايات هذه، باش ما نعاودوش نسمعوا بامراض كيما هكا اللي قال توا سي عبد الكريم انك كنت تسمع معنا تهدد اللي هما الملاريا الكوليرا التيفويد برشا امراض اللي تنجم معناتها ترجع لنا وما طمعنا بالله معناتها عنا سنين الله ما سمعناش بها توا رجعت. قداش عندكم من حاويه مخصصه في الدوائر الموجوده؟ كيفاش نجموا نتلافاو المشاكل هذه باش ما عادش يتراكم الفضلات؟ مشكلة المصب اللي هو في مشكلة عقارية وتمشي لعقارب معناتها يظهر لي فما معدات اللي أعوان نقص في الأعوان سمعنا خاطر العديد من المشاكل نسمع نقولوا فما نقص في الأعوان ما عندناش معدات ندرا قبل كان عندنا معدات وأعوان وتوا ليه معناتها جوست نحبوا نفهموا. شوف الأعوان هما كل عام قاعدين ينقصوا حكم انه الناس معناتها عمل خارج التقاعد ثم الناس عمل مرضت الامراض المهنيه ثم التوفى ورحمه الله عليهم ثم ياسر عندنا اي ما فما انتدابات يظهر ما فماش الانتدابات للحظه هذه السنه هذه ما فماش الانتدابات وعمال ثم نقص في البلد الصفاقس من العملة ومن سواق الشاحنات هذا عندنا اشكاليه من سواق الشاحنات حنا نوصل باش ما نلقاو ساعات سواق شاحنات دونك هذه الانتدابات هذه حاجه. اثنين المعدات كي تمشي للقنا لطريق العقارب 25 كيلومتر هذه مش ينقص في عمليه الرفع يعني الشاحنه تنجم تخرج قبل وقتها وتوصل للعقارب باش تنجم هي الشاحنه هي بيتها تمشي تخدم مسلك اخر. خاطر كما قلت لك ان الشاحنات تخدم في مسالك مرتين وثلاثه. دونك هذا هو اللي نقص. هذه حاجه. ثم حاجه اخرى هي اللي لازمنا نعولوا على الحس المدني نتاع المواطن. المواطن مش معقول انه يخرج الفضلات بعد مرور الشاحنات. مش معقول كما قال الدكتور انه نحط الفضلات نفرخها من الكيس نتاعها واللي الفضلات معناتها ظاهره للعيان. احنا شفنا حتى لكن تركيز حاويه النفايات سي الحاويات احنا كبلدي صفاقس ركزنا في حدود 600 حاويه من الف في من اخر 2012 الى 2013 معناتها بالتعاون مع وزاره الداخليه اعطتنا 500 حاويه بخلاف الزياده اللي اقتنته البلدي صفاقس. هذه حاجه بخلاف الحاويات نتاع الخواص اللي هو مش موجود تو بكثره اللي هو ثم نقابات العمارات. انا راي حاويه عندي انا تسمى نقطه سوداء. الحاويه نقطه سوداء في الطريق العام يعني المواطن كي يشوف حاويه في الطريق العام يقول لك انا يلزمني نحط فيها. احنا ثم ناس جينا من اماكن بعيده من دوائر البلديات يهز الكيس نتاعو نتاع الفضلات من كيلومتر 8 ويجيبوا يصبوا في المدينه. علاش؟ خاطر وين يخدم هو وين يشتغل هو ويقول لك انا يمكن اشكاليه زاد غاديكا مش قاعدين يرفعوا له في الفضلات نتاعو. مش ممكن اكيد خاطر توا نشوف في حاويات ممتلئة معناتها مليانة وتحت منها تحت منها لهنا كان باش تقول شبيك ترمي اللوطة يقول لك الحاوية مليانة ما تمش الرفع
لهنا احنا نشوفوا انه كما قلت لك الحاويه مجعوله لمجموعه معينه من السكان، نلقاو الحاويه هذيك اكثر من العدد اللي موجود، عند الكميه نتاعها هي ما تستوعبش هذايا، ثم كميه تجينا من خارج المنطقه هذيك، هذه حاجه. اثنين كما قلت لك ثم فضلات تخرج بعد الوقت بعد مرور الشحنه، هذه مش معقول المواطن ما يحبش يخلي الفضلات نتاعو الى وقت قبل معناتها قبل سويعات ولا قبل ساعه من مرور الشحنه. علاش انتم كبلديه ما تحطوش برنامج معناتها توقيت خاص كما يصير في البلديات الاجنبيه؟ بلاغات عملنا بلاغات في الاذاعه، عملنا بلاغات في الاذاعه عن طريق الدوائر، المواطن مستانس بالمعدل وقتاش تتعدى على الورقه. شوف عملنا وصلنا باش عملنا في دوائر بلديه انهج والاحياء نموذجيه، وليتك البلاك هذيك اللي عملناها وليت يمكن مركز للفضلات، معناتها نقولوا مرور الشاحنه وقتاش وشنية الشاحنه والحي هذا راهو نموذج، يقول لك وليت هذيك مركز للحاويات او مركز للفضلات. معناتها كيما قلت لك علاش نحبوا معناتها نعولوا اكثر على الحس المدني والعمل الجمعياتي اللي هو التوعيه والتحسيس. التوعيه والتحسيس احنا وصلنا باش قمنا بمخطط بلدي للتصرف في النفايات في بلديه صفاقس منذ 2012، فيه اربع محاور، محور فني ومحور مالي ومحور موارد بشريه، واهم محور هو التواصل والاتصال بالمواطن. هذا هو اللي ينجم يقرب المواطن ويفهم شنو هو دوره هو في المنظومه نتاع التصرف النفايات. سي منظر حكيت لي بكري قلت لي ما عندناش معدات، نقص في المعدات ونقص في الاعوان. كنا شفنا معدات جاونا كهيبه من تركيا وشفناهم يدوروا في صفاقس وغير صفاقس، يعني معدات كيما هكا. فماشي شركات اخرى مع بلدان اجنبيه اخرى باش نتحصلوا على معدات كيما هكا؟ خاطر باهي عطاتنا تركيا والمعدات اللي عندنا غير صالحه قايله الى السقوط، صاي ما عادش نجم نعملوا عليها، ما عادش نجم تاكد لي كلامي والا تنفيه معناها. لا ما نجمش ناكد لك 100%، خاطر احنا المعدات نتاعنا فيها الجديد اللي هو بعض منه من 2012، اقتنت البلديه بقيمه قرابه 2000 زوز مليون دينار، معناتها زوز مليارات معدات، اخذنا سته شاحنات ضاغطه مع معدات خفيفه اللي هما شاحنات قالبه صغيره، ومش ناخذوا زاد شاحنات اخرى ولا معدات اخرى بقيمه 600,000 دينار بالتعاون من صندوق حمايه المدن الساحليه السياحيه بلتو، والصندوق القروض اعطانا معناتها مساعده في بون الصفقه جرات، والمعدات ان شاء الله في القريب العاجل تكون محذنا عنا. لكنه هذايا اللي في بالحاجه، بلدي صفاقس كما قلت لك معناتها فيها 300,000 ساكن، لكن يأموها قرابه قد هي 300,000 ساكن اخرين. هذا اللي التطور في البلاد ما يواكبش على المعدات. انا نعطيك مثل بسيط جدا، انه نشوفوا طريق الافران في مدينه صفاقس اللي كان كله جنه، توا نشوفوا كله عمارات، اكثر نسبه في العمارات يمكن فيها الطريق هذايا. اللي نشوف المدينة الطرقات الرئيسية اللي هما شعاعية في مدينة صفاقس فيهم العمارات، والعمارة إذا كان عمارة أقل حاجة فيها أنا نقول من 500 إلى أكثر من 1000 ساكن، إيش يلزمها من رفع الفضلات، من حاويات، من تجهيزات، هذا يقول لك يلزم نخمو فيه من أعوان ومن معدات. أعوان ومعدات بعض الشيء نحب نركز أكثر، ونحب نركز أكثر على نقابات العمارات اللي توا اختفيت. هذه نقابة العمارات، باش نحكيو على نقابة، باش نحكيو على المراقبة زادة، المراقبة البلدية. المراقبة هذيك خليوها آخر حاجة. كانت آخر حاجة هذيك باش نختموا بها. قبل ما نختموا كنت قبيلة حكيت سي محمد على كيفية التقليص في النفايات، هل هناك عمليات فرز تكون موجودة مركزة في صفاقس مثلا؟ فما شركات أو ما نعرفش خلايا فرز تقوم بفرز النفايات هذه توا على الأقل باش تعاون على عملية الرسكلة، باش تعاون على تنظيم الرفع والتصرف في النفايات؟ هو بطبيعة الحال الوكالة في إطار مزيد دفع تشغيل وأحداث الموارد الشغل، وكانت أنه وقع التقليص في الإجراءات الإدارية. اليوم الإجراءات مسهلة وفي متمثلة في كرة الشروط عدد واحد اللي تخص جمع ونقل النفايات بطبيعة الحال الغير خطيرة.
ويومين يتصلوا بنا الباعثين واللي يحبوا يعملوا عدة مشاريع صغرى نحثوهم احنا كوكالة لأحداث مؤسسة صغرى لجمع ونقل النفايات البلاستيكية، جمع ونقل النفايات الكرتونية، جمع ونقل الزيوت الغذائية أو زيوت التشحيم أو أي بطبيعة الحال أي نوع من النفايات بطبيعة الحال الصلبة وغير خطرة يخضع لكرة شروط عدد واحد والوثائق الإدارية سهلة برشا معناتها ينجموا يجيوكم بطبيعة الحال ويوميا نستقبلوا في عادات اللي تتسال كيفية إحداث مؤسسة لجمع النفايات. هذا يطلب سي محمد شهادة وخبرة معينة؟ لا ما نطلب حتى أي شهادة وحتى أي مستوى. وطريقة التمويل هاو نخلقوا في مواطن شغل به بطبيعة الحال معناها هذا يساعدنا التمويل وغيره معناتها ينجم يكون يقدم المقترح هذا وتصدقوا عليه انتم كالوكالة ويهزوا مثلا البنك ياخو من عشرنا خطيز مش احنا هذا كان بطبيعة بدعم من صندوق مقاومة التلوث كان مول عدة مشاريع عن طريق الوكالة الوطنية لحماية المحيط كانت خاصة صندوق فوداب كان مول عدة مشاريع أو عن طريق أيضا ما يسمى الوكالة الفرنسية للتنمية مولت عدة مشاريع زاد في إطار معناها القضاء على التلوث البيئي وكانت عدة مشاريع اللي خذوا عدة تمويلات وكانوا خذوا منحة مثلا في صندوق مقاومة التلوث تتمثل في 20% وتم تشجيع عدة شركات خواص وذاك علاش اليوم في البلاستيك نلقاو تبارك الله مئات اللي حاليا في انتصبوا لرسكلة النفايات البلاستيكية الكرتونية كيف اليوم عدة شركات منتصبة في النفايات القماش في النفايات الحديد والألمنيوم عندنا شركات بارك الله معناها والمجال معناها تفتح للخواص الاستثمار في القطاع تصرف النفايات. ما لشنا العوائق سي محمد إذا كان بالنسبة للفرز احنا ديما نساعدوا إن شاء الله المواطن معناها الفرز الانتقائي وكنا بالشراكة مع بلدية صفاقس وفي مشروع مندمج أنه عملنا تجربة نموذجية للفرز الانتقائي للنفايات أنه يتعود المواطن من مش يخرج النفايات متاعه أنه يقوم بالانتقاء متاعه ما يخرجهاش كلها مع بعضها أنه ماذا بينا البلاستيك يكون وحده في ساشي وحده والكردون يكون وحده والنفايات الخضراء اللي يمكن كذلك تثمينها للتسميد واليوم عندنا برنامج معناها الوكالة قاعدة تقوم به بالتعاون مع الوكالة للتعاون الفني الألماني حول التسميد الفردي اللي نشجعوا عليه ماذا بينا احنا وهذا معناها بالصفة هذه نجم نقلصوا من النفايات في عوض البلدية ترفع معناها يوميا معناها شوف الكميات تخرج لنا كالعصارة جول وكذا نحاولوا انه باش نقصوا ونقصوا زاد الظاهرة الموجودة انه يجي البرباش ويجي للحاوية يلوج على باش يفرز هو من غاديك وكذا وكذا دونك اليوم شركات متواجدة حاليا وتعمل لحساب الخاص والوكالة تدفع دائما لمزيد تطوير عدة منظومات أخرين معناها باش تكون معناها حافظ للتشغيل. كلمة الختام باش تكون معك سي منذر في أقل من دقيقتين خاطر داهمنا الوقت كنا نشوفوا في عمال الحظائر وكالناس هيك الناس اللي يشوفوهم في الطريق يكونوا كالأعوان وفما العديد من المواطنين يقولوا نشوفوا توا فيهم أعوان قاعدين مش قاعدين يخدموا وأنا كنت جولت ليلة العيد ونهار العيد إنه أعوان قاعدين مش قاعدين يعملوا في حتى شيء جس بجنب الكاميونات بتاعهم من 10 سكويس لأنه في حاجة علاش توا النقص هذا في الأعوان ليش ما عادش فما مراقبة؟ شوف الأعوان الناقصة قلناها صحيح قاعدين في نقص ونحاولوا إنه إن شاء الله في 2014 ننتدبوا عدد محترم في الأعوان كيف الأعوان اللي ما يخدموش ثم أعوان صحيح ما ننكروش هذايا ثم أعوان ما تخدمش لكنه أكثر الأعوان قاعد تخدم ونشوفوا أن 250 طرناطة قاعدين يهزوا فيهم أعوان بلدي صفاقس اللي نحبوا نقولوا عليها وهدف بلدي صفاقس هو أنه نوصلوا لصفر من النفايات إن شاء الله باش نوصلوا للصفر من النفايات بهالمنظومات هذه بالمنظومات هذه بالفرز الانتقائي بالتخمير الفضلات بالرسكلة شكرا لك سي منذر شكرا لك سي منذر الحديد مدير النظافة ببلدية صفاقس وسي محمد الوكيل إطار الوكالة الوطنية لتصرف النفايات شرفتنا الليلة هذا هو موضوع حصتنا مشاكل النظافة يتعرض ضحايا إن شاء الله العاشرة صباحا الرابعة بعد الظهر شكرا لكم على
اختياركم قناة القلم الفضائية. إن شاء الله نتقابلوا معكم في موعد جديد كل يوم ثلاثاء 9 ليلا في رجع الصدى. دمتم أو فيها قناة القلم، تصبحون على خير.